شام الهوى عالبال ياسمين شو بالي بين خدة والخال متخبي موالي مزروعة بدمي هما صفي همي مهما قسي المشوار رح ترجع لأمي ورد بينسى عطر ورد بيحضن غصن غافي لولا الدفا تعب وبرد دافي الحضن دافي جرحي ملح من البعد مش عالجمر حافي ورد بينسى عطر ورد بيحضن غصن غافي لولا الدفا تعب وبرد دافي الحضن دافي جرحي ملح من البعد مش عالجمر حافي لرقصات النانرج صدق اللي وزنه دهب والشهامة عنا فرجي قلبك خلي عالجار صدرك وسع مرجي مهما قسي المشوار رح ترجع الهمي عالحزن والفرحة سوا وشو كترة اللمي والجار يهدينا هوا نتقاسم اللقمي صمتك يا وجع انطوى وصوت الضحك رحمي عالحزن والفرحة سوا شو كترة اللمي والجار يهدينا هوا نتقاسم اللقمي صمتك يا وجع انطوى وصوت الضحك رحمي اهلا بالشباب اهلا زكريا اهلا مسعود اهلا منيره فندي داعيله ليكو جاي الشيخ قيام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الله يرضى عليكم 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 الله يرضى عليك يا زكريا تفضل خير يا منير سلم عليك الورد بيقول لك هاي الخميسيه بيقول لك اصفين على التأخير الله يرضى عليك وعلى الوالد يلا تفضل هلا بيحكي لكم شغله قبل الدرس انه هي بوسه الايد هاي الواحد لازم يبوس ايد ابوه وايد امه ليش لانه احتراما لهم هن اللي ربوه وهن اللي عم يصرفوا عليه صحيح الحكي ولا لا صحيح هي وبعدين بدنا نحكي على العلم وقت تبوس ايد الشيخ تبعه اللي عم يعلمه هذا كمان ضروري ليش لانه سيدنا محمد بيقول من علمني حرفا كنت له عبدا اطلب العلم من المهد الى اللحد يعني من وقت بيخلق البني ادم لوقت بيموت اطلب العلم ولو في الصين قديش الصين بعيده بعيده كثير مو بعيده ما حدا بيعرف وين الصين ليش بعيده كثير فاطلب العلم ولو في الصين الله يرضى عليكم بشو بنبدا نحن كل يوم بسم الله الرحمن الرحيم شاطرين ومجتهدين وحلوين خلينا نكمل الفاتحة الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم يا زكريا الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين وين طاحتي امي اياك نعبد واياك نستعين ولا شو هالشكل رهيب اسمع البرمبو شو شو مالك طاسه؟ والله شاي والله فاجئتيني فكرت بالوزة مين طلب منك شاي؟ بدي روح بلش شاي بدي روح بلش شاي بدي روح بلش شاي
هيك بدك تفوتي قدام الشباب ولا تسكر؟ انا شو بعمل عم تحكي عنهم لفريدا؟ مو شايفهم فصاعين ووصلوا بيضة مع فاسك عنهم؟ كل واحد منهم خاطين شوارب اكثر من حواسبه، فوتي ولا فوتي لجوا. لا لا ما دخلت. لك فوتي لجوا احسن ما قلت لها فيكي، فوتي لجوا ولا خلصني يا رضا، رح تفتح زيارة عنتر قد وقتك. الف لا شن عليها، الف لا شن عليها، الف لا شن عليها، الف لا شن عليها. الله يبارك يا رضا، اكتب لي بسم الله الرحمن الرحيم. اكتب امور يا ابي. الف لا شن عليها، الف لا شن عليها، والبي وحده من تحتها، والبي وحده من تحتها، والبي وحده من تحتها، والبي وحده من تحتها، والتي تنتل من فوقها، والبي تنتل من فوقها، والجيم وحده من تحتها، والجيم وحده من تحتها، والجيم وحده من تحتها، والجيم وحده من تحتها، والدال دلل علينا، والدال دلل علينا، والدال دلل علينا، والدال دلل علينا، والنور نور علينا، والنور نور علينا، والنور نور علينا، والنور نور علينا، والغين علام الغيوب، 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 والراء والراء والراء، والراء والراء والراء، والراء والراء والراء. فوتوا فوتوا هيك. أمي، هاي أخوكي وأبوكي من غير شر راحوا على الدكان. قولي لي بقى فريزة خانة، وشو بدي؟ أمي، ما بدنا نروح اليوم لعند خالتي أم رضا؟ يو، أي والله ذكرتيني. إيه مشان جهز حالي للطلعة. إيه بس والله بكير لك أمي بكير، هلأ من عند الصبحيات نروح لعندهم، يقولوا جايين لعنا قبل الشحادة وبنتها. طب يا مو، يعني أكيد اليوم رايحين لعندهم؟ إيه أكيد رايحين. طولي بالك، طولي بالك فروستي. يا سعدية، أمرك ستي؟ روحي اعملي لي فنجان قهوة يلا بسرعة. حلوة ستي؟ إيه حلوة. لا تروحي، خليك شوي. فروستي، بدك تشربي فنجان قهوة معي؟ يلا روحي اعملينا فنجان قهوة بسرعة يلا. حلوة ستي؟ قلت لك حلوة، وكمان هاي ستي لبقت تقولي لي اياها، يخرب بيت سنتك، ما بحب هالكلمة، ما بحبها. خلص ستي ما عاد اقول لك اياها. لك رجعت تقولي ستي. طيب يام، قولي لها شو بدك اياها تقول لك وخلصينا. بتقولي لي ست سميحة خانو، عم تفهمي؟ حوبي انتي وليه؟ أمرك ست سميحة خانة. وقت اللي بروح أنا والعروس فروستي هلأ بتقيمي السفرة فورا، ويلا روحي اعملي لنا فنجان قهوة. حاضر ست سميحة خانة. وليش ما بدك تشربي قهوة معي فروستي؟ لأنه يا مو هلأ كنا عم نحكي بالقصة. أنا قصة؟ يو، بروحتنا لعند خالتي أم رضا. يو، شو دخل هي بهي لك أمي؟ أمي نشرب القهوة هنيك. يا عليكي، مشان هيك ما بدك تشربي قهوة؟ لأنه يا مو هلأ لبين ما سعدية تساوي القهوة وانت تشربيها ايه بتكون صارت الدهريات. امي بلاها القهوة هلأ مشان خاطري. خلاص قلت لها تساويها، وكما انت بتعرفي ما بدي اياها تقعد بنوب بنوب، بدي اياها تضل عم تشتغل. صحيح؟ وين زينب؟ بأوضتها. وشو عم تساوي بالأوضة؟ ايش بعرفني، ماسكي كتاب وعم تقرأ. ايه دخيلك، شو بدها تفيدها القراية يعني؟ أمي بنت عمي زينب ما لها سئلة، لا تحطيها ببالك. ماني حاطتها ببالي لك أمي، كمان شو حكينا يو؟ إيه يعني؟ المهم فروستي، هلأ بس بدنا نروح وتجهزي حالك، بدي إياكي تلبسي على آخر طرز. إيه بدي أم رضا وسكر، وإذا كان عندها ناس لما يشوفوكي يطلعوا هيك بطرف عينه ويطقوا طق من جكرون. عم تفهمي أمي؟ تقبريني، بدخيل هالوش أنا. أمي؟ هلا بدنا نجاكر الناس يعني؟ امي لا تجادليني، خلص مثل ما عم قلي. سعديه شو صار بالقهوه؟ بسم الله. يلا شو
يلا بسرعة. تركتي يا بعد، هو أنا بدي أرتاح شوي. بدي بلمح البصر كثير البضاعة جوا. اشتغلوا برزقكم برزق عيالكم. يلا روح اشرب المي يا ولد، روح اشرب المي، روح اشتغل اشوف، روح قدامي. قلت لكم بدي البضاعة كثير جوا، رايح وجاي عم بشوفها. شد يلا. يلا حروق حروق. يا حلو الله يا سني يلي اخي الله ريحتها شو حلوة. مراد رامي امي المولى يا حبيبي وسيلة من كتر شوقي ما بنام. خير من على بكرة الصبح؟ مين جايين؟ يا العين بشوكات. يو خير ان شاء الله. شو رجعك لسه راسك ما سبق ورجليك؟ صاير معك شي تقبرني؟ لا مو صاير معي شي. عونك؟ لا لا تعاونيني، ليك من قدامي خسرتي. شو صاير معي يعني؟ يعني صاير معك شي كاينه، شي قصه، شي حكايه؟ حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ولك حاجة تنقي بقى، حاجة تنقي. أول ما طلعت ومشيت بالحارة طلع بخلقتي زبون، قال لي بديش تمشي؟ إلا له بديش تمشي. بديش وقف عليك؟ إلا له بديش وقف علينا. أخي شو سارة؟ إلا له شو سارة. المهم وصلنا معه لسهار بعد نق وسق، وبعد ما لعلي قلبي شو طلع بالأخير؟ قال عم يتنور منشان يشتري السنة الجاية. إيه لك شو إيه؟ قلت لحالي مو مشكلة إلا ما يمرق الزبون غليظ أول نهار. كفي مشيتك يا رجل، إلا ما يطلع له حدا مثل عالم والناس ويشتري منك. حاصله أبو شوكات، طالما قلت لحالك هيك ليش رجعت؟ ها سألتي لي ليش رجعت؟ كمان لسه ما تركنا زبون الغليظ، طلعت زبوني بخلقتنا من النسوان اللي بيفاصلوا. كمان بقديش لمشي؟ إلا لبقديش لمشي. المهم اتفقنا نحن على سعر، إلا لشرف يعطينا مصاري. قال والله ما بعطيك مصاري لتوصلني لمشي على معربة. إيه وصلت لنا إياها على معربة؟ لك شو أخذني على معربة؟ بدي روح على معربة مشان مشي؟ بعدين ليتني قاعد قدامك، خلي روح على معربة وارجع. المهم المهم قبل ما اقول لك شو المهم، انا ما بقول لك لا تطلعي بالياسمينه. المهم لقيت حالي انه نهار معكر من اوله، قلت لحالي برجع على البيت. يعني حتضلك قاعد بخلقتي كل نهارك ابو شوكه؟ بدك تضلك قاعد بخلقتي كل نهارك؟ لك مو احسن بروح على المعرفة. وعلى شو قوياني زنيتها؟ الله يعينك على هالنهار يا ام شوكه. لا وشرب لي قهوتي كمان. شو فهمتك سعدية؟ خلص سميحة خانم، انت بس طمني بالك. بلا كتر كلامه رغي بدي ارجع لاقي البيت عم يزوي تضوايها. امرك. يلا امي. ايه والله سعدية رح تعمل اللي قلتي لها عليه. طشت في ارض الديار، حاضر. تمسحي غبرة، حاضر. تجلي الجليات، ما بدي ولا واعة مو نظيفة، وبترتبي كل شيء بالنملية. امرك ستي. ايه ست سميحة خانم. شوفي رجعت نسيت. يا علينا امي. ايه والله هلكتي على البنت. روحي سعدية حبيبتي روحي. حاضر. حبيبتي. ايه ما في منا سعدية، بعدين اخطي. يلا يا مو خلينا نمشي بقى، والله جماعة بيكونوا عم يستنونا مو؟
الجماعة عم يستنونا مو يامو؟ ايشو شايفتيهم قاعدين على الطريق؟ اهنهم بالبيت قاعدين ومرتاحين. كمان انت صار عم تاخدي شغلات كتير من بنت عمك. ها صار الواحد ما بيقدر يحكي كلمتين قدامك لك فريزة مشي قدامي. يلا يلا اشوهات اشوهات الله يباركك يا ابو شوكت على النظافة. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني والله ما في احلى من النظافة والله. يا سلام يا سلام يا ابو شوكت يا سلام. اجينا لهذا. الله يسلم الديات يا ابي. ابي شوفي بتبحمشي بكل البيت، بدك تجيبي لي كل الكازات، بدي نظفهم تنظيفه غير شكل، بدي اياهم يشحوا شعب البيت شعب. على عيني يا ابي. يلا يا ابي يلا. يا عيني والله ما في احلى من النظافه والله. شرف. الله يسلم الديات يا ابي، روحي بحمشي روحي روحي. لكوري على قامتي على هالشوفة، شو عم تعمل؟ شو عم تختلف؟ شي شوفت عيني عم نظف الكازات، بعدين شبك انفلجتي وكاني عامل شي عامله. ايه انا مو بس انفلجت، ايه انا رح يوقف قلبي. ليش مشوكت ليش؟ ليش هالكركبة ليش؟ بعدين مين قالك تنظف الفوانيس؟ اه مالك شايفان عم يوجوا وجه من يومين منظفته. طولي بالك مشوكت طولي بالك، بعدين زيادة خير خير والنظافة من الإيمان. لا تكبريها مشوكت لا تكبريها. أبو شوكت قوم فوت على غرفتك تسطح لك شوي لبين ما ضبضب هالكركبة، لأنه راسي رح ينفجر. جيب لك الحكيم مشوكة. لك بوس إيدك، لا تجيب لي حكيم ولا تجيب لي حدا. قوم فوت لجوا رح تجيب لي شلطة. قوم لكن خليني شعر واحد وجربه وشوف النار تبعه شلو. وري على قامتي وعلى قامة حظي أبو شوكة. على قامة هالنهار. شو جايبة انت التاني؟ شو جايبة؟ تعي أوام 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 لشوف. امسكيهم رجعيهم كلهم على محلاتهم. يلا حركي بسرعة يلا. كانت باطلة ومحولة قعدتهم نهار بالبيت. يا عميد أهلا وسهلا بسميحة خان ومعروستنا الحلوة. ييب المهلي يا أم رضا. يعلم الله زارتنا البركة. يا الله يبارك فيك يا حق. كيفك يا سكر؟ منيحة خالتي سميحة. تفضلوا ارتاحوا تفضلوا. لا تقلي لي ما خلصتي التفصيلات أم رضا. لا أيوه شو هالحكي، ليكن جاهزين بغرفة الخياطة. مثل ما وصيتك خالتي أم رضا. أكيد تقبريني. طالعين حلوين؟ حلوين مثلك، فوتوا شوفوا تفضلوا. يلا يلا فروستي. يلا يا عمو سوي لنا قهوة. أملك يا عمو. شو يا مو شو هاد شو هاد؟ ايش قايلت لك انا بدك تعملي اشي كلهم تنقايت شويه برغل ولي على قامتي وقامت هالجيل ان شاء الله. بعدين خفيها شوي وخففي لي صوتك مشان ما يفيق ابوكي. ما صدقت ايمتى فات على غرفته مشان يقبيله شوي بلا ما يقوم يكركب لي بالبيت. امرك يا مو.
يا طيرة طيري يا حمام. يا بنتي انتي شو بكي؟ ما بتفهمي علي؟ ما فهمتي علي؟ سبحان الذي خلقك يا بنتي. شو مخك سميك؟ يا محلى سكر بنت اخي الشيخ ريحان، هي ضمي رايحه جاي عم بحكي عليها، تتحرق ان شاء الله. قلت لك نوصي صوتك مشان ابوكي ما يفيد. يا طيرة طيري. ايوه هيك هيك، ها ظريفه هيك، كمليها. قعدة البيت والله بتطقق. اي والله مو حلوة للرجال بنوب قعدة البيت. شو عاملين شو عاملين بحالي؟ ما في شي شغلة يتسلى فيها بهالبيت، ما في شي شغلة يتسلى فيها، ما عم لاقي شغلة يتسلى فيها. لكن عمة كمان قلبت هيك وما ارتحت، كمان قلبت هيك. هلا اكتشفت ليش كتفي على طول مشغول. ولقيت لك شغله، لقيت لك شغله يا شوكات. أقول فكرت حالي مشغول من حمل المقشات، طلعت مشغول من الصوفات من الصوفات. بس هدول بشو بدي يندفعوا لنا؟ بشو بدي يندفعوا؟ بدي أضيبهم. ما عرف في عندي عصاي كان رفيعة وينها؟ ليك العصاي. تقبريني بهالسرعة أنت السفرة؟ لا والله لسه مستنيتك عم شوف تعين. والله ما حسيت عليك يا غرفان. بعدين أنت من لك كل هالشطارة؟ على قولة ما تعمي سميحة ما بتنفعي لا للخل ولا للخردة. ايه تقولي اللي بدك تقوله على أساس أنه أنت الشاطرة مو؟ يوه ومين قالك أني ماني شاطرة؟ العصفورة. هلا بشو بقدر عونك؟ هاتي لشوف. لا دخيلك بلا ما تجي السميحة وتشوفك عم تشتغلي معي. يو وشو فيها إذا شافتني عم اشتغل معي؟ لا خليني أنا مريحة راسي وخليكي بكتابك. طيب شو رح تشتغلي؟ ولا شي. شلون يعني؟ مثل ما عم قلك. هلأ بدك تقليلي بشو بدي عونك ولا لا؟ ولا لا. لا بدك تقليلي. ايه لا ما رح قلك. ليك بدي عونك إن قلتي ايه وإن قلتي لا. بقى قليلي أحسن ما أعمل لك الست سميحة خانم. شلون يعني سميحة خانم؟ يعني أنا كم مرة قلت لك بتنادي لي الست سميحة خانم؟ يبعت لك الهنا إن شاء الله. إيه شو بقى بدك تقولي لي ولا لا؟ لا. إيه هات. هلا أنت يا هنا. لا لا بدي أشوفك. أنا بدي أشوفك. يعني بدي تفاح الشم حلو حلو إلو لذة مل علي واش واشني كلامه حلو حلو كلامه حلو حلو كلامه حلو 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 إلو لذة. ها وهي أحلى فنجان قهوة لأحلى بنوتة بالدنيا.
شو هذا لك بنتي لهلا ما خلصتي بتنقاية البرغل؟ ولي على حظي انا ان شاء الله ولي على قامتي؟ قطعت السلطه وساويتها وطبقتها وفرمت البندورات ولهلا ما كنتي تخلصي تنقاية البرغل؟ ايه يا ماما كانوا يخلصوا البرغلات. ما كانوا يخلصوا؟ ان شاء الله بخلص من حياتي. يعني تقبري قلبي يا ماما تقبري قلبي، كنت انا ساويت القهوه براسي عذبتي حالك. ان شاء الله بتقبري قلبي يا يامو، انت شويه برغل وعليتي لي قلبي فيهم على شلون ما تعملي لي فنجان قهوه. بعدين يامو شو علي اذا عملت لك انا فنجان قهوه ودللتك، مين الي غيري؟ بس تقبريني خفيها شوي يامو خفيها. امرك يا احلى ام بالدنيا كلها. يا يامو يا حبيبتي انا عم بحكي مشاني، بكره ببيت جوزك ما بدك تكوني هيك غلايه؟ بعدين شو هي يامو شو عم تطحني ملح شو عم تعملي؟ لا يامو انا ما بحب تنقايه البرغل. تقبروني على هالسمعه؟ قال ما بتحب تنقايه البرغل؟ بكره ما بدك تعملي له اكله برغل لجوزك؟ فرضي طلعت بحصايه هالقد تحت دراسه وانكسر سنه، ما بيعيبوا عليه بالحاره انه جوزك بلا اسنان؟ شو ها؟ شو هالصوت ها؟ ما بعرف يامو بس كانه طالع من غرفه ابي. ها قومي قومي بشوف شو القصه. عم ساوي لك المخدة، عرفت شو سبب الانشكال تبع كتفي؟ المخدة. عناية بنتي روحي جيبي لي كاسة مي وفحل بصل أوام، لأني رح أدوخ من فعايل أبوكي وعماله أوام. مشان شو البصل بدك تاكلي فول؟ سيب حسابي. بنتي وأنا كمان رح أخترق من غبرها، الله يرضى عليك الحيني بكاسة مي. قلبي شو طالعة حلوة، ايه ما تبلى هاللفة الهي. لك امي شو لفة ما لفة؟ يو ايه مو حلو. يو تقبريني شو اللي ما حلاه؟ والله اكل شقفة منك. يا امي بياخذ العقل، شوفي شو حلو عليكي. ما حبيته امي، ما حبيته. ايه معلش طولي بالك تقبريني، شو رأيك تجربي هذا الفستان؟ ايه ماشي. ايه خديه وانا لاحقتك، روحي تقبريني روحي، طولي بالك بس انت. إيه والله بياخد العقل، والله رح ياكل شقفة منك. لك أمي ليش مو عاجبك ليش؟ ما خلى غرض على غرض بالبيت، على عامة حظي أنا، اضرب اضرب. يامو عدي شربي كاسة هالزهورات وهدي أعصابك. هاتي يامو هاتي الله يسلمك هديات. يامو والله رايقة أنا، بس مالك شايفة أبوكي؟ رح يجيب لي فالج، رح يجيب لي فالج، هذا كله نهار واحد قعد فيه بالبيت، شلون ما يقعد له كم يوم؟ لك وأنا يامو بتعرفيني نقوزية وحساسة، يعني ما بحب حدا يكركب لي بالبيت ويخبص لي فيه، وأبوكي رح يموتني رح يموتني. روقي يامو روقي، بسيطة بسيطة، شربي شربي. شو مدام شوكت شو مدام؟ الله يرضى عليكي، والله حبينا نخدم نحن. ليش كل هاد مزعوجة؟ أب شوكت، شغل النسوان ما دخلك فيه. هيك قلتي؟ إيه نعم هيك قلتي. يعني ما بدك كان ساعدك بشي بالبيت بنو؟ لا يا سيدي، لا تساعدني بشي، بوس إيدك. يعني روح اندفس بأوضتي. إيه، قوم على أوضتك. حبينا نخدم، شو علي بشوكت؟ رايح اندفس بأوضتي. أبوكي أبوكي عم يجاكرني مجاكرة، بده يطققني بده يموتني، أنا بعرف هالحكي. بدك مني شي يا عمو؟ إيه بدي. أمريني. روحي اعملي لي كاسة زهورات تانية بدل لي شفطة أبوكي. إيه على عيني يا عمو. بس قبل البرغل ولا بعد البرغل؟ قولي على قامتي أنت والبرغل. إيه بدك تموتيني أنت وأبوكي بنفس النهار، روحي من خلقتي. مشاكروني مشاكرة. يي ان شاء الله بيسلموا لي هسنان اللولو. شفتي يا امي ما قلت لك انه بيطير العقل ورح يعجبك؟ ما بتصدقيني فروستي ما بتصدقيني. شو بعرفني امي؟
معلش تقبريني، المهم عجبوكي. تسلموا ايديك يا خالتي. الله يسلمك يا رب تشوفي اولاد وولاده. الله يسلمك يا ام رضا، الله يسلم هالايدين. يلا بالاذن. سلام خالتي. الله معك تقبريني. يا بدر لما طب تلون بلون الفل، يا بدر لما طب تلون بلون الفل. تقبريني ليش كل هالقد فرحانه؟ لك يا زينب خلصت كل شغل البيت. مبسوطة يعني؟ ايه والله كتير كتير. ايه بس يعني ما بدك كل هالفرحة والضوجة. لك عم قلك خلصت كل شغل البيت وسميحة خانم لهلأ ما اجيت. يا الله شو مبسوطة. عفارم عليكي. ايه وليش هيك عم تقوليها كأنه مو عاجبك؟ يعني مو مبسوطة اني اشتغلت البيت كله لحالي؟ لحالي؟ يا حرام عليكي، وانا وين راح دوري؟ يعني انت عاونتيني شوي لتوفة صغيرة. ولك يا عليكي شو قوية، أنا عاونتك بس شوي نتوفة صغيرة. نتوفة صغيرة سعدية؟ يعني أنا ما بحب خليكي تشتغلي كتير. كتر خيرك والله. بتعرفي شغلي؟ لا ما بعرف. لك عن جد عم أحكي. إيه وأنا عن جد عم بحكي. سعدية شو؟ هلأ قولتي بتكون عجبتها تفصيلات العرس لبنت عمي فريزة؟ والله علمي علمك، العلم عند الله، بس أنا بقول ما عجبتها. هيك لك؟ إيه. بس والله إني لا بكرة وقت تلبس فستان العرس تتمختر فيه وتطلع قمر مصور. شو كمان؟ وتتغندر وتتبودر وتسبل بعيونها، وقتها حتكون عروس بتقول للقمر قومنا أقعد محلك. وإنتي تقبريني؟ أنا شو؟ وشو جاب سيرتي يا بعدي؟ يعني هيك حديث بجر حديث. انت هيك يا زينب عطول كون مبسوطه ومشقره تقومي بتزبطي لي حكي بتخليني ازعل وانضرب على قامتي عشان تتعلمي تفكري حبيبتي. بقيان كم شيء؟ الحمد لله اللي خلص منه لهالبرغلات. والله تملخوا ايدي وزاغوا عيوني. ان شاء الله ان شاء الله ما بيشتهوا البرغل ببندورة بسنة. شو خلصت يا بي؟ ايه يا بي خلصت. خير لازمك شي؟ لا يا بي بس كأنه هالزريعات بدون قصصة. لا يا بي ما صرنا زمان قصينه. بس انا شايف انه بدون قصصة على الحركة. الله يرضى عليكي جيبي مقص وتعي قوام بسرعة. لا يا بي الله يوفقك. هلا امي بتكرز علينا ولازم تقلي لها انت، يعني لازم تقلي لها لك. شو بكن يا جماعة؟ ما كان سمعانين صوت الباب عم ينده؟ هي والله زينة لما طلعتي انتي. روحي بنتي روحي الله يرضى عليكي. شوفي مين عم بيقبل. شو ابو شوكة؟ بعلمي كنت جوا بالغرفة متسطح. امتى طلعت؟ والله حسيت هيك داخلي. اطلع اطلع اخرني يعني هيك شملي شوية هواء. ايوه لازمك شي عاوز شي؟ لا سلامتك سلامتك كان لازم شي. هلا بطلت. الله يرضى عليكي خذي البرغلات واعملي لنا اكلة مجدرة. ايوه وين عم شوكت يا عم شوكت يا عم شوكت؟ خير لك انصاب؟ شو بكي تقبريني؟ شو بكي؟ لك شوفي اخي مات.